اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة يا رب العالمين. اليوم اجيتكم فيديو جديد، فيديو كلش حلو راح يعجبكم ومو طويل حيل. طبعا هنا شلت السيليفون مال الطباخ، من بعد شهرين انا حاطته للطباخ، يعني كملنا شغل العمال وهاي السوالف، فقلت خل اشيل السيليفون لان كلش تدمر. وهذا الطباخ مثل ما جاي تشوفون اللمعة البيت تخبل بسبب مذيب الدهون، لمعة شوفتكم اياه بالفيديو، الفيديوهات يعني السابقة. شوفوا هنا شلون تنظف وطلع يلمع لمع يخبل، يعني لمعة صدق يخلي الشي يلمع. واحنا اشتريناه طبعا من ابو حاجة بألف، سعره 1000 دينار. هاي لا دعاية ولا اي شي، بس حبيت افيدكم به لان صدق يذوب الدهون. واليوم راح اسوي عشاء سريع ويخبل وكل العراقيين يحبوه. طبعا هذا حضرت الجهال ياكلوه عصرية. اول شي حاطة المي مال التمن، حطيت وياه زعتر وحطيت وياه كمون، وهسه ضفت عليه التمن. طبعا التمن منقعته قبل نص ساعة، تمن ابو العربة استعملت. هنا راح اسوي تمن عدس، ماكو واحد ما يحبه، كلش طيب. من بعد ما ضفت التمن ضفت العدس. طبعا انا ليش حطيت الكمون؟ لان كنا نعرف العدس ينفخ، فالكمون يخليه يعني الانتفاخ يوخره، يعني ما يخلي واحد ينتفخ. هسه هنا انا حطيت العدس والتمن وراح اعوفه على النار لحد ما يستوي وبعدين ابزله. وهنا سلقت هاي اللوبية وحاطة البوتيتا ماتين اسلكها، راح اسوي شوربة عدس. بس لا تخافوا ما راح تنفخون، لان يقولون مثل تمن عدس وشوربة عدس، لا عادي الكمون راح يعوض عندنا يوخر الانتفاخ. هسه هنا كمل عندي التمن والعدس استوون، راح ابزلهم بالمصفى. طبعا حبايبي اكله كلش طيبه وما تاخذ منك وقت، ومثل ما تعرفون الدجاج غالي، السمك غالي، فاحنا لازم ندبر وضعنا ما نبقى هيجي. هنا انا عندي اللوبيا استوت، من استوت راح اضيف لها الملح، ومن بعد ما اضيف لها الملح راح اخليها شويه على الطباخ تاخذ فورة واطفيها. هنا انا اشوف التمن شلون صار عندي حبايته واقفة وما معجن، راح اضيف له الدهن او الزيت، وبعدين احطه على الحديدة وعلى نار هادية لحد ما يتهدر. خوش حبايبي، اكو بيهم يشوطونه للدهن يعني يحموه على الطباخ ويديرون، لا اني هيك احطه. وهسه راح اعطيكم مقادير التوابل مال شوربة العدس. حبايبي هنا كركم، كمون، زنجبيل، فلفل اسود، زعتر، كزبرة، فلفل احمر بارد اللي هو بابريكا. هنا حمست البصل على مود الشوربة، وانا سلكت البوتيتا وهرستها بالشوكة، راح اضيفها على البصل واظل احمس بيهن حمس يخبل. طبعا هاي الطريقة مال الشوربة سهلة وتطلع عندك ناجحة 100% وتخبل الطعم مالتها كلش طيب. بس اللي ما يحب الحرارة يستغني عن الفلفل الأسود المطحون، يعني لا تضيفه لأن شوي ينطي حرارة للشوربة. طبعا أنا من سويتها هيجي صارت بيها حرارة، فما وكلتها الحسن لأن كنا نعرف الحرارة مو زينة على الأطفال، راح تهرش معدتهم هرش. هسه من بعد ما حمستهن زين راح اضيف العدس. العدس يعني اني سالكته بدون تنقيع، ما ياخذ منك وقت، بداية تخليه على نار عالية وبعدين على نار ناصية على مود يستوي على راحته. ناظف تماتين شوية مي وراح اضيف التوابل، راح خلي الشوربة تفور فورة فورتين ثلاثة، بعدين اجي اضيف لها الملح واضيف لها الشعرية. الشعرية طبعا هي مال البرياني، كسريها وتضيفيها عمود تطيها طعم وشكل وسخن.
ما تاخذ منك وقت ربع ساعة بالهواي، يعني هي كاملة تصير عدج. هنا أنا شوفه من بعد فورة فورتين ضفت الملح وضفت لها ماتين الشعرية، هسه راح أعوفها لحد ما تدخن شوية وأطفيها من الطباخ. صارت عندنا الأكلة جاهزة. طبعا ما أسولف لكم كان عشا كلش طيب. طبعا أنا من زمان ما مسيت لهم هذا الأكل، يعني صراحة كلش حبه وحبيت أشارك وياكم هاي الفكرة مال عشا على مود تستفادون منه. شوف هنا أنا دا أشوفكم الشوربة شلون صارت. هنا أنا بهاي المرحلة طفيتها من الطباخ لأن خلاص صارت جاهزة. طبعا انطيتها جمالية البابريكا والزعتر، شوفوا انطيت هاي الألوان الأحمر والأخضر. وهنا أنا راح أطقطق حرمل، وطبعا ما لقيت طاسة أطقطق بيها حرمل بس هاي لأن كان عندنا بنيان والبيت هوسة، ف سويت بهاي. طبعا راح نطقطق حرمل وشو نقول؟ نقول سور بطن سور، علي وأولاد حضور، من حرام اليحوف ومن حياي الزحوف، ومن عقرب اللحوف ومن ذيب غدار، ومن سبع الزوار محمد بالشيبة وعلي بالجوار، يربطهم ربط السفن بالبحار، طبعا من عين كل حاسد، ربي إن شاء الله يحفظنا ويحرسنا ويحمي بيتنا ويخلي جهاننا. طبعا هذا الحرز خالتي الله يرحمها علمتنا عليه، وكل ما أسوي حرمال راح يعني أقوله أنا مش شنو يفيدني. حبايب قلبي هنا العشاء مالتنا كمل، وطبعا روبة لازم ويتمنى عدس، وإن شاء الله عجبكم الفيديو. مع ألف سلامة.